ايه يا ابراهيم، ندخل يا ابراهيم ولا ايه؟ اه يا فندم، انا كلمت استاذ عمر، بس هو كان قافل هو المايك من عنده، فهو هيفتحه دلوقتي. طيب اوكي، اما يفتحوا قول لي عشان ابدا. طب نسمع صوت مصطفى على الاقل، يعني مش مهم الصوره. ايه يا استاذ، مع حضرتك يا دي. سمعنا؟ طب كويس حبيبي، كويس تمام. استاذ عمر سمعنا؟ صوتي انا واصل لك يا درش؟ واصل حضرتك. اه تمام، عشان انا ما بستعملش سماعات عشان وداني والحاجات دي. الصوت واضح، واصل حضرتك. تمام الحمد لله. والله ثبت ان حكايه السماعه والمايك دي بتوضح الصوت قوي بالنسبه لبعض الناس، يعني الصوت في المايك بيبقى كويس قوي. على الله النهارده نقدر نعمل هو حاجه طبعا كويسه. ده صحيح، بس انا عندي مشاكل في وداني، بس فاي انت صوت صوتك اذا صوت واضح. عالي لا ايه؟ صوتك واضح، انا مش مستخدمه مايك لكن صوتك وانا ما واضح. بستخدمش مايكات، الموبايل على طول كده ما شاء الله، ده افضل. كده كده يا دكتوره، استاذ عمر سمعنا والمايك بتاعه شغال، ممكن حضرتك تبتدي دلوقتي. صباح الخير يا عمر، صباح الفل يا ست كويس، ازيك؟ ازيك يا جميل؟ طيب ازيك يا خلينا معلم؟ نبتدي بقى، يعني ازيك يا اخيرا طلتك البهية هي اللي احنا كنا مستنيين. حبيبتي؟ ربنا يخليك، انا شايفكم بس مش سامع حاجه ومش فاهم ايه، فما اعرفش ان عشان اول مره، فبقول لي اديني سماح بالصوت، وانا ما كنتش واخد بالي من الموضوع. ما هو ده اللي احنا فكرنا فيه. على كل الاحوال صباح الخير، خلينا نبدأ. اتفضل اتفضل. انا عايزه اثبت الموبايل انا بتاعي. سامع كويس، سامعكم من كده، انتوا الثلاثه زي الفل، اتفضلي. طيب كويس، خليني اجي كده انا بظبط بس. صباح الخير. صباح ابدا يا ابراهيم، اديني يا اشاره فندم. للبدء يا ابراهيم. ايوه يا فندم، ابدأي. صباح الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ندوتنا الشهريه التي تقام من خلال لجنه القصه في المجلس الاعلى للثقافه، ندوه حوار، وفيها نتحاور مع جيلين مختلفين واحيانا طيارين مختلفين لنصل الى كيف يقدمون اعمالهم، ونقلب معهم الافكار وعلاقتهم بالاجيال السابقه واللاحقه وكثير من القضايا التي تثيرها معكم دائما ندوه حوار. اليوم ستكون ندوتنا مع الاستاذ الناقد والروائي والباحث والفنان التشكيلي والممثل سيد الوكيل. حاجات كتير جدا لازم نقدم الشخصية كما هي. وفي المقابل الأستاذ الكيميائي والكاتب الرواية والقصة القصيرة وروايات الفتيان الأستاذ مصطفى البلكي، ومعنا الشاعر والصحفي والناقد المتميز جدا عمر شهريار. الحقيقة أنه اعتادت الندوة أن تبدأ بسؤال عن علاقة الجيلين ببعض، علاقة جيل الأستاذ سيد الوكيل بجيل الأستاذ مصطفى البلكي، لكن مع الأستاذ سيد الوكيل مش هتكون في حاجة لنسأله عن علاقته بجيل مصطفى البلكي أو الأجيال الأخرى، لأنه هو اعتاد أن يرعى الأجيال التالية له، سواء عن طريق كتابة النقدية أو إتاحة الفرصة للأجيال التالية أو المتابعة بشكل مستمر لهم. ولهذا يعني سيكون سؤالي مختلف قليلا قبل أن نعرف أعماله، في أعمال مصطفى البلكي، رأيه في أعمال مصطفى البلكي.
سؤالي هيكون هل فكرة العشرية هي يعني عنصر صحيح في الكلام عن الأجيال، خصوصا أنه مثلا أنت اتولدت في سنة 53 وأول نشر ليك سنة 90، ودي وده معناه انه ان انت يعني المفروض انك تحسب على جيل السبعينات بالميلاد، في حين انه بالنشر تحسب على جيل الثمانينات. وانه انت ذكرت في كلام سابق ليك انه جيل السبعينات يعني جيل الثمانينات هو الذي ظلم، وجيل السبعينات ما ظهرش فيه حركة واضحة في التغيرات اللي قدموها في الكتابة، ومنهم مثلا، في حين أنه مثلا محمد مستجاب هو من مواليد الستينات، في حين أن إنتاجه بدأ في الثمانينات، ومع أن جيل السبعينات إذا حسبناه بالميلاد ونشر بعض القصص القصيرة في الصحف وإنتاج الفعلي في الثمانينات، هنلاقي محمود الورداني وهنلاقي عبده كبير وهنلاقي ابراهيم عبد المجيد يمكن يكون نشر قبل كده، والمخزنجي، وهنلاقي سلوى بكر وانا، وعدد كبير من بدري كتير كتير عدد كبير جدا من ناس كتير مواليد نفس الـ الوقت اللي احنا اتولدنا فيه معاك يعني. فهي المجايله هنا تكون ازاي؟ يعني المفروض انها تكون على اساس ايه؟ يعني أنا في تقديري إن المجايلة أو كانت قديما تقوم على أساس اتجاهات أو تيارات يتبعها القطاع الأكبر من الكتاب. يعني لما ظهرت الرومانسية ده حدث، بقى في اتجاه عام عالمي للرومانسية، ووصل عند مصر عندي محمد الحليم عبد الله وآخرين. لما ظهرت الوقاية بقى في اتجاه عام. الحقيقة إن مفهوم التيارات الكبرى أو المدارس النقدية اختلف واهتز كثيرا مع الوقت، فأصبح اتجاهات صغرى أو تيارات صغرى، ثم بعد ذلك تفكك المشهد كما نحن نراه الآن. لكن المشكلة أنه العوامل المستجدة بقى في الموضوع أن احنا فعلا نلجأ إلى أن احنا نحط مفهوم ضيق جدا للجيل مرتبط بالعشريات، وإن احنا نضع برضو مفهوم ضيق جدا للتجديد مرتبط بكل كتاب كاتب جديد. لا، مش كل كاتب جديد هو مجدد، ده مش صحيح الكلام. بالنسبة لمرحلة السبعينات والثمانينات، يليها ظروف سياسية محددة. فعلا أولا ما كانش فيه الانتشار والنشر الموجود دلوقتي بمساحته. أنت فاكرة كنا بنطبع على الماستر، أوراق الماستر، وكان يدوب على بعض. فالحقيقة الحضور القوي والزخم الحقيقي لفترة السبعينات وتقريبا الثمانينات بالكامل كان هو جيل الستينيات، اللي هو كان فعلا قدر يحط رجليه ويدخل جوه مؤسسات الدولة وكياناتها ومفاصلها. إنما الأجيال الشابة عادة كانت بتظلم في هذا التوقيت، فما كانش لهم حضور في وقت ظهورهم. ولذلك أنا تأخرت كتير لعوامل عديدة، منها مثلا على سبيل المثال أنا قعدت 7 سنين في الجيش. أيوة. 7 سنين في الجيش أيام الحرب يعني. فطبعا أنا خرجت الحقيقة ما عنديش نفس لأي حاجة ولا كتابة ولا أي. قعدت بعديهم 7 سنين تانيين تقريبا ما بعملش أي حاجة، إنما عمال أقرأ وخلاص وانتهينا على كده. فده سبب من أسباب التأخر. إنما حظ الأجيال الجديدة بقى اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي، اللي زي مصطفى، وإن كان مصطفى حالة استثنائية ده هتكلم عنها بعديها، لكن عشان أنهي بس الإجابة على سؤال حضرتك، حظ الأجيال الجديدة لا، انه يقدر يحضر، مش محتاج لا مؤسسه ولا وسيط ولا ناقد، يقدر يحضر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الانترنت وبقوه، او من خلال جائزه يحصل عليها يكفي لانه يقدم ويقدم بقوه. فالامر اتغير. فمفهوم الاجيال الحقيقه مش مفهوم ثابت، ومفهوم التجديد ايضا مفهوم مرتبك وفردي وشخصي وقايم على تطور. يعني مفيش حاجه جديده بتتبني بتطلع من غير اتكاء على القديم. واظن ده مصطفى البلكي واحد من الناس اللي عملوا ده، اللي اسسوا نفسهم بدءا من، يعني هو في اعترافات كتير بيتكلم عن نجيب محفوظ ومحمد البساطي وعن الاجيال السابقه من اساتذتنا الكبار، ازاي اتعلم منهم بدءا من محمد عبد الحليم عبد الله، وبعد كده بدا يكتشف هو ذاته. هذا هو الطريق الذي اراه مطلوبا
لأي كاتب، إنما إن الكاتب يظهر كظاهرة تكسر الدنيا هيبقى مجرد ظاهرة تختفي وتسقط من الذاكرة عبر التاريخ. طيب جميل، احنا كنا هن هن هنسألك بعد كده، خلينا نقف هنا نسأل مصطفى عن علاقته بالجيل اللي تلاه او الجيل اللي بعده، وكذلك عمر، وبعدين نرجع لرأيك في اعمال مصطفى بشكل عام يعني. اتفضل يا استاذ. لحظه صغيره الاول، انه الحقيقه ما فيش مسافه كبيره ما بين جيلي وما بين جيل مصطفى، انا اقصد مش المسافه الزمنيه، انا اقصد مسافه التغير، الابداع، مسافه التغيير. فيش تغيير، خصائص كلنا تلاميذ الستينيات وتلاميذ نجيب محفوظ، كلنا في النهايه الغالب. طيب كل واحد اتفضل يعني. صح، اتفضل. انا اسف. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير يا استاذنا. مساء الخير يا استاذ عمر. اهلا وسهلا. الله يخلي حضرتك. انا بالنسبه لي علاقتي بالاجيال التي سبقتني، انا دائما اؤمن يعني ان اي انسان إن لم يكن له ظهير هو اتكى عليه واستطاع ان هو ينطلق وهو معه ادواته الكامله، سيكون مثل حشائش البئر. حشائش البئر دائما بلا جذور. وبالتالي انا في بداياتي، انا كانت التكأ لي بالنسبه لي كانت الحكايه اللي هي الحكايه العاديه اللي هي بيندس طفل صغير ما بين العجائز، خصوصا النساء يعني، لان في مجتمعاتنا خصوصا في الجنوب بيكون الطفل هو اساسا ربيب النساء، او هو صنيعتهم بمعنى ادق. لذلك انا كانت التجربه الاولى بالنسبه لي ان انا استقي الحكايه ومراحل وجودها كتاريخ. التاريخ في البلد او في القريه هو تاريخ تحمله النساء دائما، اللي هو التاريخ المرتبط بفخر العائله وبالرجال، فدائما النساء هي التي تحمل هذا التاريخ. ثم جاءت المرحله الاهم في حياتي بانتقالي من القريه الى المدينه في مدرسه نصر الثانويه العسكريه باسيوط. وجدت مكتبه، يعني مكتبه هي تكاد تكون في تلك الفتره اللي انا كنت فيها في الثمانينات هي اكبر مكتبه في مدرسه في جنوب مصر. فكان بالنسبه لي كان اول من قرات لهم كان محمد عبد الحليم عبد الله، وده بسبب ان مدرس اللغه العربيه اللي هو كان بيدرس لي في اولى ثانوي كان بيحب محمد عبد الحليم عبد الله. فمن هنا بدات علاقتي بالحكايه المكتوبه بالكتاب. فبدات بعد محمد عبد الحليم عبد الله كان جودة الصحار ونجيب محفوظ. بعد ذلك كان الاكتشاف المدهش بالنسبة لي جيل الستينات. هذا الجيل بكل ما قدمه للأدب العربي هو مدرسة بحد، يعني كل واحد منهم مدرسة بحد ذاته. يعني البساطي، جمال الغطاني، إبراهيم أصلان، والأجيال التي تلتهم زي محمد المخزنجي، محمد المنسي جنديل، محمد مستجاب، الأستاذ سيد الوكيل. طبعا أنا هتكلم عن علاقتي بكتابته في أسيوط. هنا كان في دور كبير جدا بالنسبة لي، وأنا أرجع الفضل للأساتذة اللي أنا تربيت وسطيهم، خصوصا في نادي أدب أسيوط، الروائي الكبير زكريا عبد الغني، وكان له دور كبير جدا في تشكيل وعي بالنسبة للكتابة أو نظرتي للكتابة. الأستاذ درويش الأسيوطي اللي هو خلاني أهتم جدا بالتراث وأنقب عليه وأهتم جدا بالموروث. وطبعا حتى جيلي، الجيل اللي أنا أنتمي إليه في أسيوط، أنا جيل تعلمت منهم الكثير. فبالتالي أنا مع المقولة التي تقول يعني بالفعل أي نبت بلا مرجعية هو سينتهي. شكرا يا أستاذ مصطفى. يا ترى الناقد الشاعر عمر شهريار رأيه إيه في مسألة يعني باستمرار في تحويم كده حوالين إن جيل السبعينات والثمانينات تم تهميشهم عن عمد؟ إيه رأيك؟ هل المقولة دي صحيحة أستاذ عمر؟ الحقيقة يعني ظني أن مسألة الجيل أصلاً
هي مسألة نسبية جدا وليها علاقة بتشكيل جمالي، يعني مش بالضرورة كل 10 سنين حسب سؤالك اللي سألتيه اللي تفضلت وطرحتيه في الأول يا أستاذ هالة. فكرة ال10 سنين فعلا أو حتى 20 سنة أو 30 سنة ما هيش مسألة حاسمة في مسألة الجيل أصلا، في تصنيف الجيل. يعني الستينات ينفع نقول عليهم جيل لأنهم كانوا فعلا عندهم ملامح متشابهة، أبناء حلم قومي، أبناء انكسار 67، فالحاجات يعني كان في أشياء بالفعل اجتماعية وسياسية واقتصادية مؤثرة في كتاباتهم وفي تكوين وعيهم وتكوين همهم الإبداعي. إلى حد ما جيل السبعينات بدأ يتشكل مع فكرة الحركة الترابية في 72، أي وثم ما بعد انتفاضة 77 طبعا وكامب ديفيد، فكان في يعني أحوال سياسية وفضلوا مستمرين مع هجرة الخليج ورصد هذه الملامح في كتاباتهم. فكان في حرب خليجي طبعا وحرب خليج أولى في بداية التسعينات، فبقى في هم مختلف. هنا في أبناء هذا الهم وأبناء الهم الأول الستيني أو القومي أو الأوروبي، فهنا ده فرق بين الاثنين في فكرة الجيل. ثم من التسعينات وجاي تقريبا جيل واحد، يعني أبناء فكرة اللامنتمي دي، يعني اللي هو عنده النزعة القومية العربية، يعني كان الستينات ولا فكرة الانكسار والحركة الترابية ومقاومة أو الانتفاضة أو الهم السياسي عموما اللي كان برضو موجود عند السبعينيين. بقى شوية أقرب للذات الفردية، يعني بدأ من التسعينات كانت موضة في العالم كله. إنما فكرة طبعا. فأنت كمان فكرة الانغماس في حاجات عالمية دي مسألة مهمة، إن أنت مش منزوع سياق أو مش لا تعيش في عالم في مفردك، أنت طول الوقت متصل بحركات عالمية. أما فكرة التهميش أظنها جاءت بشكل شبه عفوي أو غصب عن الناس، لأن جيل الستينات كان مهيمن الحقيقة. يعني ما أقدرش ننكر إن جيل الستينات ظل مهيمنا إلى حد بعيد منذ الستينات لحد يعني فترة قريبة جدا، كانوا هم نجوم الكتابة، يعني نجيب محفوظ ثم جيل الستينات. فظل يتم التعامل مع كتاب السبعينات والثمانينات حتى وقت قريب وصفهم من كتاب الشباب. يعني لان الستينيين كانوا مهيمنين، ويعني وجودهم كان طاغيا، يعني مش بالضروره كانوا هم بيهمشوا، وان كان بعض جيل السبعينات كانوا عانوا يعني من بعض التهميش او بيتكلموا عن تهميش حصل، لكن وجودهم كان مهيمن. وقد تجد هذه الغصه موجوده في الجيل التالي الستينيين تحديدا، في السبعينيين تحديدا والثمانينيين، يتحدثوا عن اشياء حدثت بالفعل واقصاءات وتهميشات ما. لكن الجيل السبعينات والثمانينات والتسعينات يعني كان عنده خاصيه تانية خليته يهمش، انه مش على علاقه جيده بالدوله، مش بيعديها ولكنه مش على علاقه جيده بالمؤسسه الثقافيه، مش ابنها ومش عدوها يعني. فما بيتمش تنجيمه بالشكل اللي كان حاصل قبل كده. يعني كنا بنشوف زمان في الستينيين اما منتمي تماما للمؤسسات الثقافيه او معارض تماما، فمنتمي مؤسسات معارضه، يعني منتمي يسار لاحزاب اليسار، فدي ايضا مؤسسات يعني النهايه، يعني مؤسسه اليسار المصري باحزابه بافكاره بانتشاره، فكان بيدي زخم لهذا المبدع او ذاك. في حين ان مظبوط. الاجيال التاليه مش منتمين اصلا، مش مؤدجين، يا هو يعني منتمي للدوله قلبا وقالبا، ما هوش رجل النظام صار في السبعينات او الثمانينات او ما بعد ذلك، وما هوش رجل معارضه، يعني هو بقى بينفر من الانتماء الايديولوجي، وبالتالي يعني ينفر من تبعاته ومن استحقاقاته، استحقاقات هذا الانتماء، وبالتالي لا ياخذ حسناته يعني او ايجابياته او ما يحظى عليه المنتمين، ما يحظى به المنتمون من شهرة وزيوع، فأصبح معتمدا على ذاته فقط أو بعض الدوائر الصغيرة، مش بيبقى الشلة أو الصحاب بينجموا بعض أو يكتبوا عن بعض بشكل ضيق جدا، مش مؤسسي، مش بشكل مؤسسي كما كان يحدث في السابق. ربما لهذا
حدث ما يشبه التهميش او الاقصاء، الذي له هذه الظروف مكتملة، مش بشكل فردي مع شخص او كاتب بعيد. أنا بشكرك يا عمر، لكن يعني اسمح لي أقول لك إنه أحيانا دي ما بتكونش ميزة. يعني كان وجود أحزاب، وبالذات اليسار لعب دور كبير جدا في فترة الستينات لإبراز كتاب بعينهم بيتجهوا نفس الاتجاه السياسي، لكن كانت النتيجة إن تم تهميش كتاب مهمين جدا لأنهم لا ينتموا إلى نفس الاتجاه السياسي. وعندنا قصة خيري شلبي، يعني هي أكبر نموذج على فكرة إنه لا يذكر مع جيل الستينات على الإطلاق، أو حتى فتحي سعيد أو غيره من يعني كشاعر. يعني في عدد كبير تم يعني تهميشه بسبب عدم وجوده داخل هذه الأحزاب. عموما أنا بشكرك، ده انا باكد عليه، ده انا باكد عليه، ده انه صحيح، الانتماء اليسار كان كل ليه ظهر، شيء يعني احنا ليه متفقين. سلبياته وإيجابياته. طيب طبعا. احنا يعني هننتقل للأستاذ سيد الوكيل. اسمحوا لي ان انا اقدم سيد الوكيل ككاتب. سيد الوكيل كاتب مقل بمعنى انه هو يكتب القصة القصيرة في الأساس، ويميز عالمه الكثافة الشديدة، ويمكن يكون ده سبب حبه للقصة القصيرة. المهم بالنسبة لسيد الوكيل إنه حتى لما كتب رواية كتب نوفيلا، يعني عمل 3 نوفيلات، ما نقدرش نقول إنه عمل 3 روايات طويلة زي ما بيطلق على الرواية بشكل عام. وانشغل جدا بالنقد، وقدم العديد من الكتب في رصد الأعمال الإبداعية للآخرين. وخلينا نشوف مسيرته اللي بدأت بأيام هند سنة 90، ثم للروح غناها ومثل واحد آخر ولمح البصر، وبعدين رواياته اللي هي فنون الحياة قليلا، أو شارع بسادة، و دايت، انا فاكره الاسم كانت حاله دايت. الاعمال النقديه، مدارات في الادب والنقد وافضيه الذات، وكتب كتاب مهم جدا عن نجيب محفوظ، يعني مقامات في حضره المحترم. ف يعني قدام هذا الإنتاج اللي بيتميز هنا، بما إن إحنا هنتقابل مع الأستاذ مصطفى البلكي وإنتاجه الغزير جدا، يعني 10 روايات ومجموعات قصصية ورواية الفتيان وحاجات كده، إنه هو يكلمنا عن مصطفى البلكي. سيد الوكيل في مواجهة مصطفى البلكي هو مكثف جدا، في حين إن مصطفى البلكي اللي كتب 10 روايات وقصص قصيرة، هو يعني نقدر نقول السرد عنده في براح شديد. سيد الوكيل هو ابن المدينة، مولود في شبرا وعمل تجنيده في اسكندرية، بيتحرك في عالم المدينة، حتى ده منعكس على اختياراته لأعماله وقصصه وأبطاله. سيد الوكيل في مواجهة طبعا مصطفى البلكي اللي مولود في الصعيد، النازح جده من سوهاج إلى أسيوط إلى قرية صغيرة ومدينة زي مدينة أسيوط. شيء تاني إنه اهتم سيد الوكيل بالنقد، في حين إنه مصطفى البلكي اهتم بكتابة الإبداع نفسه. طيب شفت إيه في كتابة مصطفى البلكي يقربك منه أو يبعدك عنه أستاذ سيد؟ لا يقربني بالتأكيد. أوكي. آه في خطأ الجمالية يعني. أنا بس بحييكي على التفاتك إلى فكرة المدينة والقرية أو الريف، يعني دي نقطة مهمة جدا. طبعا في مقولة شائعة بتقول إن الإنسان ابن بيئته، أو الفنان ابن البيئة اللي بيبقى موجود فيها وبتشكل وعيه من خلالها. مثلا مصطفى لما يجي يتكلم يقول ان المدرس بتاعه قدم له محمد عبد الحليم عبد الله. انا كنت في بيئه مختلفه جدا، ما كنتش محتاج رعايه من اساتذه كبار عشان يقدموني، لانه فكره اني على سور المدرسه عندي في المرحله الاعداديه
راجل بائع كتب قديمه فاهمش على بطول السور بالكامل، وكان بيعمل نوع من انواع التقويم والتربيه للتلاميذ، انه كان بمنتهى البساطه اللي عايز اي كتاب يدفع ثمنه وياخده ويرجعه ويدفع تعريفه واحد فقط وياخد البديل بشرط انه يحافظ عليه. انا اعتقد ان ده كان نمط من انماط التربيه الحره اللي يخلي الكاتب ابن المدينه اللي امامه خيارات متعدده يختار ويبقى يختار بارادته ومزاجه. الامر في الـ في الـ في الـ في الريف مختلف تماما. يعني انا مثلا تلاحظي في كلام مصطفى في شهاداته انها لا تختلف كثيرا عن شهادات اخرين من ابناء الاقاليم، وخصوصا في الصعيد اللي يبداوا بالكلام عن الثقافه الشفهيه اللي قومت وعيهم وربطهم، يبداوا في الكلام عن الجده مثلا، الجده ودورها في هذا الوعي. وبالتالي انا شايف انه هذا الاتجاه مثل خصوصيه سرديه تخص ابناء الصعيد على وجه التحديد بشكل واضح. يعني هنلاقيها عند احمد ابو خنيجر، ونلاقيها عند محمد صالح البحر، وعند اشرف، يعني عندي عدد كبير الخميسي، اشرف الخميسي، وعدد كبير من الكتاب حتى محمد علي ابراهيم و بالظبط بالظبط. بس لا، محمد علي يعني بحاول يعمل قفزات شويه، ربما لانه بقى اصبح جزء من المدينه هو كمان يعني بحاول يعني، انما فده بقى بس الاتجاه. والحقيقه اللي غزه الاتجاه ده في ظرفهم هو ظهور فكره الواقعيه السحريه بالتحديد، و الاشتغال النقدي عليها الواسع اللي اصبحت مجرد ان الواحد يكتب روايه واقعيه سحريه دي تدي له حق الاعتراف من جهه المجتمع والنقاد، يعني خلاص بقى متصنف. ظهر ايضا متواكب مع فكره كانت موجوده بعد حصول نجيب محفوظ على نوبل، هي انه المحليه اول طريق العالميه. هذه الفكره، وانا مختلف معها كتير يعني الحقيقه، مختلف مش معهم هم، مختلف مع نجيب محفوظ او فيما يقال هذا عن نجيب محفوظ. نجيب محفوظ لم يكن محليا على الاطلاق، قضايا نجيب محفوظ قضايا كونيه وانسانيه مش وقضايا فلسفيه كبرى، ما هيش قضايا محليه، ما هيش قضايه الجده ولا شيخ الغفر ولا الواد والبنت اللي يخشوا غيط الدره عشان يعملوا علاقه خاطفه، مثل هذه الموتيفات التي شاعت في كتابات الصعيد، لا ما كانتش موجودة عند نجيب محفوظ خالص على الإطلاق، كانت عنده قضايا كونية. الفكرة إنه في الآخر إنه أنا أسمي المصطفى غاليا بشكل حقيقي يعني، ومش مصطفى لوحده، عدد برضو معاه، يعني ما أقدرش أقول إن في كاتب مهم جدا في الصعيد زي مصطفى، زي محمد صالح البحر وأشرف الخميسي وهيام بتاعت أسوان، اللي كتبت عن جزيرة الذهب وعن تنقيب عن الذهب يعني هي عملت عمل مهم في الفترة الأخيرة كمان، اللي هي عن البحيرة، عن بحيرة ناصر والحياة فيها. وده نمط جديد من الكتابة في تقديري، وفق ما بين الحكايات التقليدية وما بين الكتابة التوثيقية أو الوثائقية لمجتمع الصيادين وعلاقاتهم ببعض، كأنها شهادات، لأن هي بالفعل قامت بتجربة عملية جوه المجتمع وعاشت فيه عشان تكتب الرواية دي. فلا، في اتجاه محترم، ولكنه في الحقيقة هو بيتحرك ببطء لأنه هو نما من البدايات الأولى. عشان كده أنا بقول لك في البداية المسافة مش كبيرة ما بين جيلنا وجيل مصطفى البلكي او الجيل اللي بعتيه. ما كان فيه يحيى طه عبد الله وغيره يعني من الناس اللي كتبوا عن انا عايز اقول لك بس معلش اسمحي لي، يعني الحقيقه مع تقدير واحترامي ليحيى طه عبد الله وتاريخه وقيمته، عايز اقول انه الكتابات اللي هي ما تطورتش على مهل ونضجت وبدات من تحت، لو سلم الصعود البسيط اللي احنا عارفينه كلنا تربينا عليه،
اللي قدمت نفسها بشكل مختلف تماما وكاسر لكل السياقات اللي كانت موجودة هي ظواهر. هذه الظواهر تظل ظواهر فردية فقط تنتمي إلى الشخص، ولكنها لا تشكل ملمحا عاما ولا طيارا للكتابة ولا تشكل جيلا على الإطلاق. تظل يحيى الطاهر عبد الله حالة فردية وخاصة نتفق ونختلف حولها، لكنها حالة وانتهت ما عادتش موجودة. ونفس الأمر حصل لما استاذنا إدوار خراط حاول ان هو يقدم مجموعه من الكتاب تحت معنى الكتابه عبر النوعيه والقصص القصيره، اللي هي كانت حقيقه الامر مجرد مقابله لشغل ناتالي ساروت في فرنسا. برضو دي ظاهره انتشرت بقوه جدا 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 ثم اختفت. المشكله اللي يجب ان احنا ننتبه اليها ان الكتابه اذا قامت على اساس من ظاهره تتوهج ستنطفي ايضا مره تانية بسرعه، وده هيحصل وبنشوفه. يعني احنا في فترة من الفترات كان عندنا نمط من انماط الرواية السياسية اللي هي السياسية الساخرة اللي فيها كوميديا، كشري مصر مش عارف ايه مصر، حاجات كده مصر ترجع الى الخلف، وخدت سكسي كبير جدا واتقرض كتير جدا، وعلى اساسها كتب احدهم عمارة يعقوبيان. لكن كل هذه الانماط انتهت ما عادتش موجود. انما الحكاية هخلص أنا بسرعة جدا عشان أدي فرصة للآخرين. عاملة زي إيه بالظبط في رأيي؟ إحنا عندنا عبر التاريخ في الملابس موديلات تظهر وتختفي، تظهر وتختفي، لكن تظل مثلا البدلة موجودة، بدلة بشكلها، أما يبقى الكم مش عارف عامل إيه، جرافطة شكلها رفيع عريضة، كل ده بيحصل. لكن تظل إن في يعني خط واضح الملامح للقيمة، لقيمة الجمال الفني والأدبي. مصطفى وعدد كبير من الكتاب واعيين بده، وقد أحسنوا إن هم بدأوا بدايات كلاسيكية.
This meeting is being recorded. The recording has stopped. اليوم الحمد النبي اليوم الحمد النبي وتوم المسد وبيت العمدة والكرباك وتراب الأول ها في حاجة ولا لسه؟ يا دكتورة ممكن حضرتك دلوقتي تبدأي، احنا كده بنبس لايف. طيب انا هقول ان ده الجزء الثاني وحد سمعني؟ الأستاذ سيد الوكيل سمعني؟ أستاذ سيد أيوة معاك أنا عارف. أنت سمعني؟ أنت كده خلصت كلام عن مصطفى البلكي ولا طيب لا خلاص فضل. طيب أنا هتنقله يعني، بس هقول إن ده الجزء الثاني. الحقيقة الصوت منخفض جدا دلوقتي، معرفش ليه. صوتي أنا؟ الصوت في العموم منخفض يعني. مش عارف. طب نقول لهم يا إبراهيم. إبراهيم أنا سامعك كويس. إبراهيم الأستاذ سيد بيشتكي من الصوت.
مصطفى. استاذ سيد قفل المايك من عنده يا فندم. مصطفى طب افتح المايك من عندك يا سيد. لا لا انا سامع سيد كويس والله. فاتح المايك وانا سامعاه كمان. انا نعم. سامعه يا ابراهيم. انا سامعه سيد معايا عشان في المايك شغال، لكن هو الصوت من عندكم ضعيف شويه كده. معقول طيب احنا نقدر نكمل. انا يعني هو صوت واطي شويه بس ما فيش مشكله، اقدر يعني حط الموبايل على ودني واسمع يعني. طيب اوكي، خلينا يقولوا لنا بس ان هي ابراهيم هبتدي انا. انا سامعك كده بس حاطط الموبايل على ودني يعني، ما فيش مشكله يعني، مش مهم الصوره تظهر بدقه يعني، المهم التواصل في الكلام. يا ابراهيم طيب لما ييجوا بقى، احنا عندنا 40 دقيقة كمان لسه يعني، هم هنعملها بقى كده بقى جزئين. بفضل يا فندم. طيب لو سمحت يعني انا هعمل كده. مساء الخير، عدنا إلى الجزء الثاني من ندوة حوار الذي يتحاور فيه الزميلين سيد الوكيل ومصطفى البلكي ومع الشاعر عمر شهريار. إحنا بنكلمهم عن علاقة الأجيال ببعضها وعن أعمالهم الإبداعية. في الجزء الثاني هنتكلم مع مصطفى البلكي، واسمحوا لي ان انا اقدم مصطفى البلكي. مصطفى البلكي غزير الانتاج جدا، بدا اول عمل لي سنه 2005 بالجمل هام للنبي، ثم اصدر تقريبا 10 روايات منهم سيد الوشم وقائمه الارواح وبياع الملاح ونفيسه البيضة وسيره الناطوري والنار الحمراء وممرات الفتنه وتل الفواخير وغيرها من الاعمال القصصيه والروائيه. الحقيقه انه غزاره الانتاج مساله لافته للنظر جدا في مسيره مصطفى البلكي من ناحيه. ناحيه ثانيه اهتمامه بالتراث، اهتمامه بالتراث والبيئه المحيطه بيه وبتقديم عالم الصعيد والريف بشكل خاص. ايضا في الفتره الاخيره بدا مصطفى البلكي يهتم بالتاريخ، فاصدر نفيسه البيضة وسيره الناطوري. اظن تؤمن مسد كمان في شيء تاني انه اهتم بالفتيان وعمل لهم كتاب. طيب يا استاذ مصطفى، كيف ترى اعمال الاستاذ سيد الوكيل؟ ليه الاحراج ده؟ لا بالعكس، وانا في اضافه لازم اقولها لك انك لم تذكر كاتبه واحده، يعني انا سعيده جدا بذكر ايام من اسوان، لكن لم تذكر اطلاقا في التاثير عليك يعني وعلى انتاجك كاتبه واحده، ولا لطيفه الزيات حتى يعني، ولا كاتبه عالميه يعني. فبرضو دي ده لانك صعيدي ولا ايه بالظبط يعني؟ نشأت نشأة اختيارية متمردة كده يعني، مش يعني ما كنتش اعرف الناس دي خالص يعني، قعدت سنين. لا انا بتكلم على مصطفى البلكي تحديدا. مصطفى البلكي لما ذكر الناس اللي تأثر بيهم لم يذكر انه تأثر بكاتبة واحدة على الاطلاق. استاذ مصطفى اتفضل. لا بقول انا ربيبة المرأة يعني، او ربيبة النساء يعني. ايوه مصطفى بقى واضح انه مش سامع. مصطفى عنده مشكله في الصوت تقريبا، ده خرج مصطفى خالص. انت سامعنا؟ خرج خالص مصطفى، اظن
بعتوا له رساله تقريبا وهيبدا يدخل من اول جديد. طيب علشان ما نضيعش الوقت نكلم الاستاذ عمر لغايه ما يدخل لنا طفه تاني. استاذ عمر شهريار الشاعر عمر شهريار اللي بيتكلم عن روائيين النهارده، انت ايه رايك في مواقف الاتفاق والاختلاف بين اعمال الاستاذ سيد الوكيل واعمال الاستاذ مصطفى البلكي؟ يعني انت شفتهم ازاي؟ بلاش الاتفاق ولا الاختلاف، انت شفتهم ازاي؟ استاذ عمر بيتكلم بس واضح الصوت. الصوت مش الصادر. ايوه الصوت كده هيبدا يطلع ان شاء الله. يا عمر تمام اتفضل يا استاذ عمر. كنت اتمنى يبقى مصطفى يعني موجود في جامعنا، ان هو للاسف جاب مصطفى والسيد استاذ مصطفى والسيد او السيد مصطفى في تقريبا تكمله لبعضهم يعني، او هم طيران. طب ايه في امكانيه لتعديل الصوت يا استاذ عمر؟ الصوت مش واصل. انا سامع كويس يعني. لكن احنا مش سامعينك كويس. بدي هو يعني سامعاني كده كويس احسن يعني، انت قربت شويه. طيب اوكي اوكي عشان اضبط. هما اثنان ينتميان الى طيارين يكملان بعضهما البعض. يعني ما رايته في مشروع استاذ مصطفى بركي انه يهتم كثيرا جدا بحكايه العمل السردي بوصفه حكايه. حكاية عن عوالم شخوص، عن الواقع. هو طول الوقت مهتم بالواقع، بالمرأة طبعا لها حضور قوي عنده، سواء في النفيسة البيضة أو في بياع الملاح مثلا. بياع الملاح سمت حضور قوي وطاغي لفكرة الجدة والزوجة في حالة الاغتراب والسفر خارج مصر، الذين يعملون في الخليج تحديدا، وان مش يعني انهم في الخليج بس، ده لكن هذا كان واضحا. اما يعني هو اهتمام مصطفى الاساسي بالحكايه، اهتمام استاذ السيد اكثر بمناقشه الحكايه. يعني طوال الوقت في اعمال سيد الوكيل سمت محاوره لحكايه، سمت حكايه و يعني انقلاب على الحكايه او مواجهتها او مناقشتها. ليست حكاية هي البطل، ولكن تفكيكها والتفكير فيها هو البطل. لذا نجد حتى على مستوى اللغة بين الاثنين، في عند أستاذ مصطفى البكي لغة شعرية مهتمة بمجاز ومهتمة بمفردات تنتمي إلى العالم الواقعي الريفي أو الصعيدي الذي تدور فيه الحكايات. عند أستاذ سيد هنلاقي لغة دائماً جمل فيها استطرادات وجمل اعتراضية واستدراكات على ما حدث طوال الوقت. اللغة تحكي حدثا ثم تستدرك لتفكك هذا الحدث وتحلله وتضع له احتمالات. هذا ما سنجده في عديد من أعمال سيد الوكيل، وسنجده في عديد من أعمال مصطفى البركي. يعني في مش عارف انتوا معايا استاذ زهره، انت يعني سامعين؟ طبعا مش باين، معلش. طيب تمام، طالما الصوت واضح ما في الموت عند مثلا استاذ البركي لاحظوا الموت بوصفه يعني غيابا ولكنه مشبع بالحضور، في غياب الجده مثلا أو موت أحد الأصدقاء من الذين يعملون في الخليج وقت سفر البقر اللي هو جاب في بياع الملاح. إنما عند السيد وكيف حال بايت هو يناقش الموت، هو مش مهموم بالموت بصفي حدثا أو حكاية تحدث لفقد عزيز أو الأب، لكنه يناقش فكره الموت والغياب. فالحكايه مش هي البطل قد ما هي مناقشه الحكايه والتفكير فيها. الموت هنا هو مهموم بالتفكير في فكره الموت.
ده اختلاف بين الاثنين، اختلاف بين حكاية والتفكير في الحكاية ومناقشتها ومحاورتها. تفكيكها والتفكير فيها ومناقشتها ومحاورتها يعني طول الوقت، يعني مش حكاية، مش ان هي مش رواية بوصفة حكاية. ويمكن ده هو نابع من القصائص أو أشياء أخرى خارج النص. يعني مصطفى مصري، يعني يشبهني مصري، أنا يشبهني ابن ريف وابن صعيد، فهو استمعنا طوال وقت حكايات الجدات وحكايات الأمهات. يعني هو مصطفى كان بيقول في كلامه أنه ابن كان بيقعد يسمع وسط السيدات وما إلى ذلك في حكاياتهم أمام البيت، يعني عندنا في الأياب أو قدام عتبة البيت أو قدام الدار بيقعدوا يجتمع السيدات بعد ذهابه لغير العمل فيقعد يسمع حكاياته، فبيبقى من هنا مشبع بالحكاية. سيدي وكيل اهتمامه النقدي، وحضرتك أشرت أعماله النقدية، هي جزء من هذا التفكير، يعني جزء من هذا التفكير في الحكاية. أظن أنه هو مشروع واحد مكتمل، أن كما يفكر في حكاية في حكايات الآخرين في أعماله النقدية، هو يفكر في حكاياته هو في أعماله السردية. فسنجد في أعماله السردية جزء من النقد، يعني النقد حاضر، يعني وهو عمل الناقد هو التفكير في الحكاية. عندما أنقد عملا فأنا أفكر في الحكاية التي أطرحها العمل وأناقشها وأبحث عن جماليات ما وراء الحكاية. سيدي وكيل يفعل هذا في رواياته، سواء حياة ضايت أو فوق الحياة قريبا، عن المثقفين، عن عوالم المثقفين مثلا وحكاياتهم. وكان من بدايات الناس اللي بتكتب عن عالم مصر البلد وعوالم المثقفين، يجعل المثقفين نفسهم موضوعا يحكي عنهم وعن حكاياتهم وما وراء حكاياتهم وما الذي جعلهم بهذه الطريقة. في عند أستاذ مصطفى طوال الوقت مهموم باللغة اللي فيها ألفاظ من الواقع تنتمي العالم في بقرته، في حضوره المفرط الواقعي، زي السفر الخليج، زي علاقات القبلية أو العائلية، أو الموروث الثقافي طول الوقت حاضر في رواياته، والموروث اللغوي أيضا. فده رابط بين الاثنين أو العلاقة بين الاثنين، بين نمطين من التصور عن السرد أو عن الرواية كيف يمكن أن تكتب. أيوة. طيب أستاذ عمر، يعني أنا بتمنى أن يكون الزملاء في المجلس الأعلى للثقافة قادرين على إعادة الاتصال في مصطفى البلكي، وإلى أن يحين هذا بنرجع تاني للأستاذ سيد الوكيل. أستاذ سيد، يعني أنا الحقيقة يعني عايز أسألك عن نشأتك، عن إزاي اخترت الكتابة وليه، والنزوع للقصة القصيرة أو للكثافة في الكتابة سببه إيه؟ يعني ممكن حضرتك تكلمنا أكتر عن تجربتك. يعني بخصوص موضوع النشأة ده، يمكن زي ما أشرت قبل كده وقلت لحضرتك، وجودي في حي الشبرا، حي سري في تعددية ثقافية ودينية، حي طبقات متعددة متداخلة في بعضها، الحقيقة ده خلى أنه آليات التأمل والتحليل والتفكير في الواقع المحيط، قراءة الواقع نفسه، وده يمكن بعد كده ظهر عندي في كتاب اللي هو عملية تزويب العالم، يعني أنه الواقع أكتر مما يحتاج نحكي عنه أو نكتب عنه. وانا طول الوقت بفرق بين ان احنا نكتب عن او نكتب كذا، مثلا يعني مثلا اكتب الحدث ولا اكتب عن الحدث. الحكايه زي ما قال عمر، وانا بشكره على الكلام اللي قاله، فعلا ملاحظه دقيقه جدا، الحكي هو اخبار عن الكتابه شيء مختلف. الكتابه هو يعني هو خلق وتشكيل للحدث، مش اخبار عن الحكايه. يعني بالتالي هتلاقي انه فعلا
انا بعتبر ودي مقوله بقولها كتير يعني عن نفسي، ان السرد بالنسبه لي هو طريقه للتفكير مش حكايه. ملاحظه تانية حضرتك اشرت اليها في الاول برضو في معرض كلامك ومهمه جدا، هي فكره التكثيف اللي لها علاقه بفكره القصه القصيره. انا ما عنديش فرق على الاطلاق بين القصه القصيره والروايه، واتحدى اي ناقد واي استاذ جامعه يقدر يحط قدامي فروق واضحه، لانه انت هتتكلم عن ايه؟ عن عناصر الحكايه، عباره عن الزمان المكان الحدث الشخصيه اللغه الحوار، كل ده موجود في القصه، كل ده موجود في الروايه، حتى الزمن بابعاده المختلفه. نجيب محفوظ عنده قصص قصيره جدا، لكن بنت زمن يكاد يكون من زمن الانسان البدائي او الانسان الاول. فاذا الوعي التقني، وده الملمح المهم بقى والفارق ما بين الكاتب الذي ينتمي الى المدينه والكاتب الذي ينتمي الى الريف. الكاتب الذي ينتمي الى الريف او الاقليم هو كاتب لديه الشجن ولديه خصوصيه غنائيه في كتاباته طول الوقت، اللي هي اللغه اللي بيتكلم عنها عمر. ده صحيح، لغه هم يمتلكوا زمام اللغه على نحو جيد جدا، ويستطيع ان يشكلوا منها عالم، لانه عندهم موروث ثقافي وزخم ما زال حيا. احنا في المدينه الحياه كل يوم، تاني يوم بنزل الشارع على ايه؟ شجره اتشالت، رصيف اتعمل، مش كده يعني. يعني اذا الحياه عندنا قلقه، فهذا التوتر هو بيخلق ايقاع تاني للكتابه، او ايقاع مختلف للكتابه عند الكاتب. ده في العموم، لانه الكلام عن النشأة هيبقى فيه مشكله، لانه في حواديت بقى، في حكايات. ان انا كان شغفي البدايه مثلا على سبيل المثال، ان انا كنت بروح كنيسه سانت تريزا علشان اقعد اتفرج على الرسومات والتشكيلات اللي كانت موجوده، وفضلت اعمل ده فتره طويله، وكانوا بيسمحوا لي باعتبار الطفل لغايه لما بقيت كبير، يعني بقى صعب ان انا ادخل الكنيسه. فبدات انا بقى ادور على والحقيقه الفن التشكيلي والمسرح والسينما. انا صنعت السينما على ايدي وانا صغير، وكنت بعرضها لاصدقائي او لاولاد المنطقه. كل دي كانت تعبير عن حاجه مهمه قوي بقى عايز اشاور عليها، يعني انه داخل الفنان ذوات متعدده مش ذات واحده. الذات المبدعه هي ذات متعدده، ليها جوانب متعدده وناهمه، حطيها في اي حاجه هتمشي. يعني انا نجار، ونجار شاطر جدا، وعندي حاجات في البيت صانعها انا بنفسي، كهربائي. انا يعني عندي الاشغال اليدويه جزء اساسي في حياتي، وافضل عن الكتابه احيانا. هي الفكره انه هذه الذات المتعدده لما بتتفاعل مع بعضها تقدر تتنقل بسهوله ما بين الاجناس والانواع الادبيه، من غير وصفه عبور النوعيه بتاعه القصه والشعر اللي احنا اتعلمناها على ايدين استاذنا ايدور خراط. لا، بنقدر نتنقل بحريه اكتر، ان هو اللي يديني يخص. طبعا ده مش عايز اقول ان هو مسلم بيه عند كل كتاب المدينه، في كتاب في المدينه ما يمتلكوش هذه الذات المتعدده، ربما هي لعنه، وهذه اللعنه هي التي افضت الى انه يكون كتاباتي قليله جدا. كتاباتي في 90% من الوقت مش معترف بيها، يقول لك يا دي قصه ولا روايه. الحاله ضايت، يا دي روايه يا عم، ده كتاب، انت كاتب عن اصحابك. حتى لما كتبت لمح البصر، انت بتقلد نجيب محفوظ يا جماعه. السرد اصبح فن، السرد الاحلام اصبحت فن من فنون اضافها نجيب محفوظ. افهموا ده ولازم نعترف بيه. وانا فوجئت امبارح ان انا لقيت كتاب لحد اسمع عنه كويس جدا يعني، لكن ما اعرفوش شخصيا، اسمه محمد حلمي القعود، عامل حاجه اسمها منامات الشيخوخه، حاجه مبدعه جدا وجميله جدا في الكتاب. ومنامات عم احمد السماك بتاعت خيري شلبي طبعا، يعني هي ده انا بتكلم على الجديد بقى، ده لسه امبارح يعني، ده لسه كتاب امبارح صادق اسبوع تقريبا يعني. ايوه، فاذا لا يعني عايز اقول انه مساحه الحركه في الابداع واسع جدا، ومساحه الحركه في رحبه، ونقدر نتحرك زي ما احنا عايزين. المشكله ان احنا يا اما بننتمي الى تيار سياسي وايديولوجيا نكتب في خلاله، او ان احنا بناخد وصفه مجربه بنخاف نخرج من براها. نقطه اخيره الاشار اليها برضو عمر، مهمه قوي، وبقول انه
لا المسافة مش كبيرة ما بين سيد الوكيل ومصطفى البنكي، ده صحيح. ليه؟ الحقيقة الواقعية الاجتماعية ظلت راسخة على أنفسنا من ساعة ما اتخلقنا واتوجدنا ككتاب، وشفناها وهي فعلا أنتجت شيء عظيم جدا وكانت ضرورية في مرحلة بدءا من محمود طيور نفسه لغاية الآن. يعني اللي حصل إن بعد ظهور مركز إحنا كنا في السبعينات والثمانينات، وأكيد أنت حضرتك عانيتي من ده وشفتيه في السبعينات والثمانينات، ما كنا بنعاني، إحنا هنقعد نعيد إنتاج القضايا السياسية والاجتماعية مرة تانية ليه؟ يعني صعب. فكنا عايزين نتحرر من كابوس الواقعية الاجتماعية دوت، لغاية لما ظهر مركز. النقلة اللي حصلت عالميا إنه أضفنا إلى الواقع نوع من التغريب الغرائبية شوية، بقى فيه عجائبية وغرائبية. لكن في عيد الأمر الواقعية أفضت إلى جفاف الأدب المصري، ويكاد يكون تكلس في مرحلة الثمانينات بالتحديد فترة من فترات. لكن الجهود بقى ظهور الواقعية السحرية شجع ناس كتير إن هم لا يدوروا على لا يخرجوا قضايا الواقع بسهولة. يعني طيب أستاذ سيد، يعني أنا جدا سمعت تفضل. الصورة راحت، الصورة راحت، الصوت بيروح، انا سامعك بس يا استاذة هاجة اختفت. في حاجة انا سامعك بس الصورة مش واضحة، يعني نتكلم عنك. سامعك تفضل. انا يعني بشكركم جدا على هذه الندوة الغنية، كنا نتمنى أن الأستاذ مصطفى البلكي ننجح في الوصول لي يعني بشكل كويس، ويعني إن شاء الله نلتقي في ندوات أخرى كل شهر معكم من المجلس الأعلى للثقافة ولجنة القصة. بنشكر جميع العاملين في إتاحة الفرصة لنا أن احنا نكون على الهواء مع الجمهور. أشكركم إلى اللقاء. شكرا لك وكل الذين شاركوا في هذه الجلسة، وصديقي العزيز عمر شعريار مصطفى البلكي. تفضلي حضرتك، مع السلامة. مع السلامة. شكرا شكرا حضرتك، شكرا يا سهلة، شكرا حضرتك، وشكرا السيد والسيد مصطفى، شكرا جدا حضرتك. طيب احنا نقدر نكلم بعض؟ احنا خرجنا من الو نقدر نتكلم ده بس ما يبقاش مذاع على الهوا يعني. يعني يا استاذ ابراهيم احنا لسه على الهوا ولا خرجنا؟ مش هنقول اسرار. قال مصطفى رجع. طب كويس مصطفى رجع. رجع بعد ما الموضوع خلص. مش باين. انا مش عارفه ليه انا ليه الفيديو بتاع ستوب دي، يعني مش عارفه. طب هو انت صوتك واضح يا زهايا. هو تقريبا قوه الموضوع ثلاث شخصيات فقط، فدائما انا ملاحظ كل ما يعني حد يظهر جديد واحد تاني قصاده يختفي او يقف كده. بس في النص الاولاني من الندوه كنا احنا اربعه موجودين عادي. يعني فكره فكره وجود اربعه على الشاشه مره واحده واضح انها اوفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. من هو يا باشا؟ عايزين الأستاذة هالة. يا جو أستاذ، السلام عليكم. هاي حبيبي. هاي الله حبيبي. راح الاتصال فلسه راجع ما. ألو. أيوة. سمعك يا مصطفى، تفضل قول. أنا ما فيش. الأستاذة هالة صار. الأستاذة هالة ماشي. سيد احنا مصطفى دخل، اذا ممكن ان احنا مصطفى تكلمنا عن تجربتك في خمس دقائق وبعد كده نعمل مونتاج لو سمحت. تجربتي الكتابة ولا رأيي في كتابة الأستاذ سيد؟ قول رأيك في كتابة الأستاذ سيد الأول بسرعة بس. ماشي حاضر. كمل. وانا تمام. انا بدايتي مع الـ يعني معرفه مكتبه الاستاذ سيد كانت مع فوق الحياه قليلا، دي كانت في التسعينات وانا كنت لسه بادئ في نادي ادب اسيوط ولسه بروح النادي، فعملت لي هزه بصراحه. يعني اولا يعني خلتني ابص على المحيط اللي انا بدات انتمي اليه.
هل هو بالفعل فيه كل المكتوب في الرواية؟ يعني الرواية كانت بالنسبة لي كانت عاملة زي ما تكون كده حصاة ألقيت في قعر محيط في قعر نهر، فبدأت تحرك يعني كده أشياء كثيرة حواليا، بدأت أتأمل بالضبط يعني كده في ناس بالفعل كانت حواليا بتعيش في 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 خلط ما بين الحقيقي وما بين المجازي، اللي هو بالفعل كده ساب العالم بتاعه وانطلق لفوق الحياة. فوق الحياة ممكن يكون فيه نوعين من البشر، حد في حالة راحة تامة وحد في راحة فقد أي شيء. يعني بالفعل في فئة أنا شفتها إن هي بالفعل بتفقد كل شيء حتى نفسها أيضا. فبالتالي كانت الرواية بالنسبة لي كانت خطوة كبيرة، يعني إن أنا يعني ألتفت إلى ما أعرف، إلى الأشياء التي أعرفها لأكتب عنها. لكن الرواية الأكثر تغييرا في اتجاه الكتابة كانت هي شارع بسادة. وأنا شارع بسادة لي معها قصة بسيطة جدا. أنا أخذت النسخة من الطبعة الأولى ليها من دار الناشر، كنا في مؤتمر أدباء مصر 2008 في الردهة بتاعت الفندق، وخدتها وطلحت الحجرة. أنا لم أنم في تلك الليلة إلى أن انتهيت من الرواية. أنا كنت دايما بقول إن أنا بكتب في منطقة الأدب الآمن، الأدب اللي ما فيهوش مشاكل، اللي هو يعني لا يتطرق إلى مشاكل إشكالية. فبالتالي أنا وجدت كتابة تتطرق إلى كل شيء، إلى لغة الجسد، إلى أي شيء، إلى حياة المثليين، إلى يعني حياة الواحد كده أحيانا يقول أنا لو اقتربت منها سأكتب كتابة أحيانا بتكون مثل البركان. البركان بيلقي بحمم بشظايا لكن بيلقي في كل الاتجاهات. لكن كانت هنا في كتابة ما بين الحياة، ما بين الكتابة اللي هي الأمنة والكتابة اللي فيها تمرد لدرجة الجنون. لكن كانت الكتابة بتاعت شارع بسادة كانت في منطقة وسط ما بين الاثنين. استطاع الأستاذ سيد أنه هو يمس القضايا الشائكة لكن بشياكة بطريقة. يا أستاذ مصطفى أسفين جدا أن الوقت بتاعنا خلص، شاكرين جدا، وإلى اللقاء في ندوة جديدة من ندوات حوار. شكرا أستاذ سيد الوكيل، الكاتب والناقد والروائي. شكرا أستاذ مصطفى البلكي، شكرا. الروائي والقاص والشاعر والناقد والصحفي عمر شهريار. كان معكم هالة البدري، شكرا جزيلا. شكرا حضرتك وسعيد، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم. يعني يا ريت اللينك يفضل مفتوح بينا احنا بقى، يعني يا ريت نقول لهم ده يعني لو ينفع. خلاص كده خلاص. واضح انه خلاص. انا اكلمكم في التليفون. اوكي خلاص، تفضل يا اخي. اوكي على
على أساس قصدي ورأي جديد حول هذه التوقعات.